لروح الفنان مصطفى السفيسي دقيقة صمت وتقدير واحترام لعطاء هذا الفنان. حالياً عندنا تلك البصمة الخاصة به، بصمة الانتماء الثقافي والحضاري التي كانت مطبوعة في كل أعماله المسرحية. هو من جيل توفيق الجبالي وعلي الواتي وفرشوشان، هؤلاء الطلبة الذين طالبوا بمسرح الآن وهنا، مسرح ذو أفق يساري ثوري. كان سباقاً في الرؤية المسرحية، كان سباقاً في خلق مسرح جديد يحيد بعض الشيء عن مسرح علي بن عياد الذي يعتبر كلاسيكي. فأنا نهدي تفقيف هذا التكريم إلى أسرة التياترو طبعاً بما فيها المنتقدين وإداريين وفنانين ومسرحيين صغار ولا أقل صغر، إلى الأصدقاء النقاد الصحفيين، أنتوما الجمهور حاسين المهم الناس كل البلدان العربية والإسلامية كنحبوا. Venant d'Afrique, du monde arabe et du monde entier, et au nom de Monsieur le ministre de la Culture, j'annonce l'ouverture de la 18e session des journées théâtrales de Carthage partout en Tunisie. Que la fête commence. فلتبدأ الاحتفالات ولتفتح المسارح في جميع ربوع تونس الحبيبة. جميع من وقف إلى جانبنا وساند هذا المهرجان. إلى اللقاء.